بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي صباحكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان من داخل وخارج قطر. نطل عليكم في صباح اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح. بنكون معاكم خلال ساعة من حين أنا واختي حصة، بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. يا هلا بكم جميع من مشاهدين ومستمعين، صبحكم الله بكل خير وصحة وعافية وسعادة. نستقبل وياكم هالصباح الجميل بمواضيعنا وفقراتنا المتجددة معاكم يوميا، أحداث فعاليات ونشاطات مختلفة في مناطق البلاد المختلفة أيضا بتشهدونها معنا في استديو صباح رباح، ومنها بيغطونها مناديبنا عندنا نديب عبد الرحمن المري من مركز الدوحة للمعارض، يتابع معنا من تقريبا 3 أيام معرض مولي بول قطر في يومه الأخير. وعندنا الزميلة أيضا نيلة الملة اللي بنتعرف معاها على تفاصيل احتفالية معهد النور للمكفوفين في اليوم العالمي للعصر البيضاء. وفي حلقتنا اليوم ايضا يا حصه ومشاهدينا بنفتح حوار حول علم الجيولوجيا ودوره في تحويل رمال الصحراء الى بساط منخضره مع ضيفتنا الدكتوره لطيفه النعيمي. اذا بدايه حلقتنا اليوم بنروح للزميله نيله المله اللي تنقل لنا صوره حيه من مركز النور للمكفوفين في اليوم العالمي للعصا البيضاء. وصبحت الله بالخير يا نيله. صبحت الله بالنور حصة، وصبحت الله بالنور نور، وصبح على جميع مشاهدين الصباح رباح. أنا معاكم في معهد النور للمكفوفين اللي يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء، وأنا أنقل لكم طبعا نقل مباشر. واليوم العالمي للعصا البيضاء يصادف 15 أكتوبر، لكن معهد النور للمكفوفين حب أنه يحتفل اليوم. راح تبدأ إن شاء الله مسيرة الطلاب المكفوفين، وراح أوافيكم أكثر عن احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء بعد قليل. الحين ارجع لكم بالاستديو. ان شاء الله احنا في انتظار جديدك نيله، وان شاء الله نرجع لك في وقت ان شاء الله لاحق من فقرات الصباح رباح. اما الحين مشاهدينا نقضي دقائق مع مقتطفات مختاره من صحفنا لليوم. طبعا مشاهدينا انا عندي الصحيفه الاولى. عندك؟ إيه عندي. إيه؟ أنا الصحيفة الأولى إذن عشان كذي. إذن الصحيفة الأولى راح أبتدي فيها معاكم مشاهدينا، وهي من جريدة العرب أو الخبر الأول من جريدة العرب. الأمير يستعرض العلاقات مع وزير داخلية تركيا. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس سعادة السيد أفكان علاء وزير الداخلية بالجمهورية التركية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الدورة 10 للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي مولي بول قطر 2014. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها. هذه بالنسبة للخبر الأول في جريدة العرب. الخبر الثاني، رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال مشاريع أشغال. هذا هو خبرنا الثاني في العرب. والخبر الثالث في جريدة العرب، وهو في عن المعرض الدولي 10 لأنظمة الأمن الداخلي، اطلع على أحدث ما تقدمه شركات العارضة، رئيس الوزراء يتفقد أجنحة مولي بول قطر. هذه بالنسبة أيضا عندي الخبر أتوقع الأخير، إيه نعم، في جريدة العرب أيضا في ظل المعرض الدولي 10 لأنظمة الأمن الداخلي، 187 مليون ريال صفقات الداخلية في مولي بول قطر. كل التوفيق لهم. هذه بالنسبة لجريدة العرب. مشاهدينا الجريدة الثانية عندي جريدة الراية، والخبر الأول في الراية، مرسوم أميري دعوة الشورى للإنعقاد في 11 نوفمبر. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم رقم 43 لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دورة الإنعقاد العادي 43 يوم 18 من محرم لعام 1436 هجريا الموافق 11 نوفمبر 2014، وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. والخبر الثاني في محليات الراية صفحة رقم 10، للإطلاع على المرافق التعليمية وأحوال الأطفال والمعلمين، الشيخة موزة تزور مخيمين اللاجئين السوريين بتركيا، سموها
ناقشت مع المدرسين والأسر صعوبات توفير التعليم للأطفال. عندنا أيضا في محليات الراية صفحة 21، خلال اليوم المهني لوزارة العمل قطاع الفنادق يطرح أكثر من 150 وظيفة للمواطنين، 50 فرصة للتدريب المهني و25 ابتعاثا داخليا. وهناك لقطات لوزير العمل في حوار مع ممثلي الجهات المشاركة، وأيضا للشباب اللي يتعرفون على فرص العمل في القطاع الفندقي. عندي الخبر الأخير في الراية، الجابري يبدع لوحتين لتوثيق شعار راس غاز، شعارات راس غاز بمناسبة مرور الجابر يبدع لوحتين لتوثيق شعارات راس غاز بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الشركة. شجرة الخير تمثل الأجيال المتعاقبة على مسؤوليات الشركة، ومطر الخير رسالة اقتصادية ثقافية إنسانية وحضارية. وهناك لقطات للأستاذ علي الجابر يقدم شرحا عن أبعاد اللوحات الفنية لوزير الطاقة والصناعة. إذا أنا عندي الآن جريدة الشرق في خبرها الأول، انطلاق المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى دكتور فالح، التأمين الصحي سيغطي كل من يعيش على أرض قطر. هذا بالنسبة للخبر الأول في جريدة الشرق. عندي الخبر الثاني بمشاركة 75 رائد أعمال وعرض 71 مشروعا ناشئا، دار الإنماء تطلق معرض المشاريع الريادية الثالث 2 نوفمبر. عندي الخبر اللي بعده في محليات الشرق، بالتعاون مع مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، طلبة الإعلام ينفذون مبادرة وجبة لتقليل هدر الطعام. جميل أن هذه المبادرات بادية تزيد وتنتشر بشكل جدا جميل. عندي الخبر الأخير أيضا في محليات الشرق، دعاة وتربويون يشيدون بحملة راف، التسجيل في نوري اكتمل يتواصل اليوم وغدا بمول الخور إن شاء الله، وإن شاء الله يعني غرس طيب ومثمر لهذه الحملة. نوري اكتمل، تفضل يا نور. عندنا مشاهدينا جريدة الوطن في الوطن والمواطن، الخبر الأول، ماراثون أريد ينطلق يناير المقبل، توزيع جوائز نقدية على الفائزين تصل 1,000,000 ريال. الكواري، التبرع بالمبلغ المحصل المبالغ المحصلة من المشاركين إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية. في اقتصادي الوطن، بروة تستأجر أرضا لتنفيذ مدينة المترو بتكلفة تقديرية 1.5 مليار ريال، مساحتها 1,150,000 متر مربع. انتهاء المشروع في 2018 ويخصص للمعارض السيارات المستعملة وحلبة السباق. الخبر الثالث في الوطن وهو رياضي، استقبال حافل الأبطال خليجي السلة بعد نجاحهم في الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي. سعود بن عبد الرحمن العنابي يحقق مكاسب عديدة، وهذا إنجاز جيد وهدفنا الحفاظ عليه. ألف مبروك لأبطال السلة. والخبر الأخير في الوطن وأيضا رياضي، جاهزون للفوز ببطولة الخليج الملاكمة، البعثة تغادر إلى الكويت الجمعة، نشارك بست لاعبين بعد استبعاد 3، ومعسكر بيلاروسيا يقربنا من الذهب. وهناك صورة طبعا لرئيس اتحاد الملاكمة يجتمع مع اللاعبين، وهذه الصورة مرفقة مع الخبر. وهذه كانت كل أخبارنا اليوم. نعم، ومن أخبارنا ننتقل إلى النديب عبد الرحمن المري من مركز الدوحة للمعارض، حيث يتابع مثل ما ذكرنا لكم اليوم الأخير من معرض موليبول قطر. صباحك الله بالخير يا عبد الرحمن. نعم، كل الشكر يا حصة، صباح عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. نقول يا مرحبا بكم مساء عبر شاشة قناة الريان في التغطية المستمرة للمعرض الدولي العاشر لمنظومة الأمن الداخلي موليبول قطر 2014. مثل ما حدثناكم في خلال اليومين عن التغطية الواسعة أو المشاركات الواسعة في هذا المعرض، واللي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ومن هذه المشاركات أيضا مشاركة جهات وطنية في هذا المعرض، ومنها الشركة القطرية للأنظمة والاستشارات الأمنية لمشاركة في هذا المعرض، معرض موليبول
قطر 2014 اللي راح يتكلمنا عنها السيد عمر الحسن مدير تطوير الأعمال في الشركة القطرية للأنظمة والاستشارات الأمنية اللي بيكلمنا أكثر عن دور الشركة في هذا المعرض. صبحك الله بالخير سيد عمر، مرحبا بك عبر شاشة قناة الريان. الله يحييك، صبحك الله بالنور وأشكر لك على الاستضافة والمقدمة الجميلة اللي قدمتها. الله يعطيك العافية، ما يحتاج، جبناك بدري شوي احنا. لا بالعكس، أيوه احنا نجيكم على الساعة موجودين. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. في البداية لو تخبرنا عن دور الشركة، وهذا طبعا ممكن المشاركة الخامسة أو السادسة لهذه الشركة، لو تخبرنا عن مشاركتها في معرض ميلبورن. شاكر لك مرة ثانية على الاستضافة، ورحب بالمشاهدين ورحب بالخوات في الاستوديو. الشركة القطرية للأنظمة الأمنية هي من الشركات القديمة، تأسست عام 1995، هي تتبع لمجموعة المستثمرين القطريين، شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة، في بورصة قطر. الشركة تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة اللي تقدر تخدم مجموعة من العملاء في الدوحة، خصوصا ان الوضع في الدوحه، الوضع الامني في الدوحه صار مهم جدا مع الانشطه اللي قاعده تصير في الدوحه، مع الاستحقاقات للفتره الجايه، بالاضافه طبعا كلنا نعرف الرؤيه الوطنيه لها مجموعه من الركائز، والركائز هذه كلها مهم جدا ان انت توفر لها انظمه امنيه تتناسب مع الاحتياجات في الفتره الجايه. مثل طيب. ما تفضلت، الشركة شاركت في الدورات الماضية، هذه المشاركة الخامسة لنا. عندنا مجموعة من الأنظمة اللي نقدمها، نحرص دائماً أن نقدم مجموعة متكاملة من الأنظمة من البداية، احتياجات دراسة احتياجات العميل أو الجهة اللي طالبة النظام عندنا، لين التوريد والتركيب، وبعد التوريد نقدم خدمة ما بعد البيع، الصيانة، التدريب، التطوير والتحديث. ونفخر أن احنا اشتغلنا مع واحد من الموردين عندنا في توفير أجهزة هذا اللي بقولك عنه. أهم شيء، أهم المنتجات اللي عند الشركة، لو تخبرنا شوي عن الآلات الموجودة عندكم من ناحية بالضبط. كلنا نفخر في مطار الدوحة، مطار حمد الدولي، تم افتتاحه خلال هذه السنة. نفخر كشركة وطنية أن احنا ساهمنا في تقديم مجموعة من الأجهزة المتطورة لفحص الأجهزة، فحص الحقائب أو فحص وفحص أيضا المسافرين. الأجهزة طبعا من الأجهزة المتطورة اللي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية، توفر وقت كثير على المشغل، توفر وقت كثير على الموظفين في المطار، وفحص بأقل وقت ممكن. كلنا نلاحظ أن الأجهزة حتى يعني شكلها يساعد على الفحص بشكل ديزاينها بعد سريع. بالضبط، بشكل سريع. فهذا جزء من الأجهزة اللي تقدمها الشركة في مطار حمد الدولي كمشروع مهم كان موجود عندنا في هذا الوقت، بالإضافة إلى الأماكن الثانية، المنافذ، السفارات، الفنادق في دولة قطر. ونحابين طبعا نبشر الناس ان احنا ان شاء الله بنكون جاهزين لكل الاستحقاقات القادمة، سواء قريب بيكون عندنا كأس العالم لليد، وان شاء الله في الفترة اللي عقبها بيكون ايضا عندنا. يعني ما شاء الله، يعني دولتنا الحبيبة مقبلة على مؤتمرات وفعاليات جدا كبيرة، ودوركم انتم كشركة وطنية ايضا في تقييم او حتى استيراد او توريد مثل هذه المنظومة الأمنية حتى لجميع الجهات المتواجدة، سواء من جهات حكومية وغير حكومية، في طلب الأشياء أو المنظومات الأمنية من عندكم. صحيح، مثل ما قلت لك في البداية، نحن نحرص حرص شديد على نشوف احتياجات الجهات، سواء في وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة، أو في الجهات أو الإدارات الأخرى. مهم بالنسبة لنا نفهم احتياجات العميل عندنا أو الجهات والوزارات المختلفة قبل أن نوفر لهم أي سيستم أو قبل أن نوفر لهم أي نظام، لأن مثل ما تدري أخوي عبد الرحمن، احتياجات الشركات والوزارات تختلف، احتياج المطار ممكن قد يختلف عن احتياج السفارة أو احتياج الفندق. فبالتالي احنا من خلال كل جهة او كل شيء لها اختصاص معين او لها منظومة معينة. بالضبط، صحيح. واضيف على هذا ان في الفترة الماضية تغيرت كثير من الستاندردز، تغيرت كثير من الريجوليشنز لما تتماشى مع التطور اللي صاير في البلد او اللي صاير في المنطقة. حمرة، تخبرنا بس عن هذه الاشياء اللي موجودة. هذه من ضمن انظمة انذار الحريق. الله يحفظنا ويحفظكم. مهم جدا ان الانسان يكون جاهز
لانضمت للحريق في اي وقت، شيء وارد، حوادث وارده ممكنها تكون وارده. فهذه عباره عن بانلز، عباره عن لوحات تحكم تنذر بوجود دخان او تنذر بوجود بوادر حريق قبل انها تصير، وتكون ايضا مشبوكه على الانظمه الثانيه اللي تساعد في اطفاء الحريق والتحكم فيها. واحب ان اشير على جهود وزاره الداخليه، الادارات المختلفه، اداره الدفاع المدني، اداره النظم الامنيه في اعطائنا التراخيص المطلوبه، في اعتماد الفرق الفنيه اللي موجوده عندنا، في اعتماد شهاداتهم، في اعتماد التدريب اللي يكون موجود. طيب قبل ما نختم، هل تم توقيع عقود بينكم بين الجهات المشاركه هنا في المعرض؟ واذا عندك يعني خلفيه عن حجم العقود او حجم التبادل بينكم؟ في الوقت الحالي في تواصل مع كثير من الادارات، سواء ادارات تابعه لوزاره الداخليه، ادارات تابعه للوزارات والهيئات الاخرى، فاحنا في تواصل معاهم. عرضنا عليهم في الفتره هذه الانظمه الجديده بالتعاون مع كل السبلايرز وكل الموردين اللي موجودين عندنا، وان شاء الله بيكون بعد المعرض بيكون في ان شاء الله بيكون عندنا توقيع للاتفاقيات خلال هذه الفترة. نعم، كل الشكر للسيد عمر الحسن مدير تطوير الاعمال في الشركه الإلكترونية للانظمه والاستشارات الامنيه. الله يعطيكم العافيه، وشكرا على الجوله صراحه بلو انها سريعه شوي، لكن الله يعطيكم العافيه. المنظومه متواجده وشركه وطنيه نفخر احنا متواجده عندها على مثل ما ذكرت على مدى تقريبا 20 سنه، وايضا الدوره الخامسه او السادسه المشاركه في ميلبول قطر 2014. كل الشكر لك والله يعطيك العافيه. شاكر لك وشاكر لقناه الريان، ونفخر دائما كشركه تابعه لشركه مساهمه قطريه انه يكون لنا دور مهم في تقديم الدعم، لان في النهايه كلنا نشتغل الهدف مع بعض واحد. كلنا الهدف واحد والهدف واحد. نعم، كل الشكر لك السيد عمر، مشكور. مثل ما شفنا مشاهدينا، هذه الشركه القطريه للانظمه والاستشارات الامنيه، شركه وطنيه مساهمه تساهم ايضا في هذا المعرض، المعرض الدولي العاشر لمنظومه الامن الداخلي ميلبول قطر 2014. هذا اللي عندنا، نرجع للزميلات في استديو الصباح ربع. شكرا عبد الرحمن لهذه الجوله الجديده من معرض ميلبول قطر 2014. وخلينا نروح يا حصه مشاهدينا من معرض ميلبول قطر الى فاصل اول بحلقتنا، ونتابع بعده باقي فقراتنا. خليكم معنا.